إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع؟ إذ قال لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر الآيات. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه القصة وهذه المواقف وما حدث ذكره الله تعالى في سورة مريم، ذكر الله ذلك كله في سورة مريم. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر لقومك، واذكر لهؤلاء الناس، واذكر لجميع الناس، واذكر في الكتاب إبراهيم الخليل الذي بنى البيت، والذي كسر الأوثان والأصنام، والذي جاهد في الله حق جهاده، وإبراهيم الذي وفى، قام بجميع ما أمر به، واجتنب جميع ما نهي عنه، ووقف عند حدود الله، وقدم كل شيء في سبيل رضا الله، حتى الولد وحتى البدن وحتى النفس، وخاطر من أجل هدم الأوثان ومن أجل كسر الشرك ومن أجل محوه ومن أجل نشر التوحيد. ذلك الرجل العظيم، الأمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع؟ ذكر ثلاثة أشياء: ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال ابن كثير: أي ولا يدفع عنك الضرر. المعبود لا بد أن يسمع ليسمع دعاء العابد،
وليسمع أقواله، ولا بد أن يبصر ليرى العابد وليرى العباد وليرى أحوالهم، ولا بد أن يدفع الضر أو الضرر وأن يرفعه. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه موجودة في جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، أنها لا تسمع من دعاها وهو غائب عنها وهي غائبة عنه، ولا تبصره ولا تغني عنه شيئا، لا تدفع عنه ضررا ولا ترفعه إذا نزل به. قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لما تعبد ما لا يسمع، لا يسمع دعاءكم. وهذه ليست خاصة بالأصنام، حتى أولئك المدفونين الموتى، وللأسف الشديد هؤلاء يدعون أنهم من أهل القرآن وهم يصادمون القرآن ولا يصدقون القرآن ولا يعملون بمقتضى أحكام القرآن ولا بمقتضى الأخبار التي جاءت في القرآن. واحد يقرأ من الفاتحة للناس بالتجويد ويحفظ من الفاتحة للناس بالتجويد، ويقول لك هذا حافظ القرآن. هم بيقولوا كذي حرفة وشكلة، يعني بالحرف وبالتشكيل وأحكام النون الساكنة والتنوين والمدود، لكن ضد القرآن، لا يصدق القرآن. تجده عند القبور ينادي الأموات وأصحاب القباب ويا الشيخ الحقنة ويا ود بدر ويا المكاشفي ويا الكباشي. واحد جايبينه واقف جنب القبر وجنبه 20 نفر شت مشركين، واحد موحد ما فيهم، كلهم أهل شرك قاعدين جنب القبر ودم قدي منه وقاعد يكورك ومرفوعة في النت وسوداني، عشان ما يقول لك الشرك في أمريكا والشرك في بريطانيا والشرك في إسرائيل، ده سوداني جوا هنا في البلد دي. قال يا حسن وتحسونا، رافع يدك دي قدام قبر حسن وتحسونا، يا حسن وتحسونا نحن جيناك وأنت تعلم ما في نفوسنا، فأتي كل ذي سؤل سؤله وأنت تعلم ما في نفوسنا، فأتي كل ذي سؤل سؤله. لو ما ده شرك تاني في شرك في الأرض، لو ما بينشروا في القنوات دي والإذاعات، لو ما ده شرك يجيبوا في القناة قناة النيل الأزرق وقناة أم درمان يجيبوا زول اسمه الإزيرق يقول للناس مدد يا فلان، مدد يا أبو هاشم، مدد يا شيخ فلان، نظرة يا شيخ فلان، دي ما فيها شيء، لأنه الله قال في القرآن ده الدليل بتاعه، الدليل ضده، لأنه الله قال في القرآن انظرونا نقتبس من نوركم، وده يوم القيامة ما في الدنيا، وده في الصراط. وانظرونا مش معنى النظرة، انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا في لغة القرآن أو في القرآن تأتي بمعنى يعني الانتظار. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني هل ينتظرون؟ انظرونا يعني ينتظرون، وديلها النفاق وديلك أهل الإيمان، وأهل الإيمان اتجاوزوا الصراط وخلاص مارقين من الصراط للجنة ومنورين، وأهل النفاق كفر ونفاق ضل بهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني المحل مظلم، انتظرونا نمش معاكم في النور. ده قال دليل علي انك تقول نظرة يا شيخ فلان، وديلك قدام يعني هم في الصراط سوا، كذا يقول الكلام ده بجوز. ديل قدام، ديل حيين وديل حيين، وديل في الصراط وديل في الصراط، وده زول برا فوق المقابر، وداك زول جوا المقابر، فريق ولا ما فريق؟ ده زول في الدنيا وداك زول في القبر مشى الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله عنه في السنن: القبر أول منازل الآخرة، وده زول في الدنيا وداك في القبر في الآخرة، وده بناديه والله قال ما بيسمعوا وما مصدقين كلام الله. أنا على يقين، والله على يقين، ما يعتريه أدنى شك أن الصوفية لا يصدقون الله في كلامه، والكلام ده مسؤول عنه في أي سجن من سجون الأرض، وفي أي محكمة من محاكم الأرض، وفي أي مكان. لأنه لو زول مصدق الله ما بينادي غير الله، وما بيعتقد أنه غير الله بينفعه، لأنه الله قال ولا تدعوا من دون الله، بينادوا غير الله. مكاشفي ما الله، كباشي ما الله، البرعي ما الله، البكري ما الله، الحسن وتحسون ما الله، ولا تدعوا من دون الله، وبنادوا ديل وديل ما الله، ما لا ينفعك، بيقول شيخي بينفع، معناه القرآن ما مصدقه، ولا يضرك، بيقول شيخي بضرك وبينفخك، معناه القرآن ما مصدقه انت. القرآن الله بيقول لك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. انت بتقول قوماك نزاور، الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده مصدق الآية التليت. الله بيقول لك ما بيعلم الغيب غيري، يقولوا بإذن الله، الله قال ما بدي إذن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قالوا لا بيطلعنا على الغيب وبيدينا الغيب. وقالوا الشيخ بيحيي الموتى، الله قال في القرآن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله قال في القرآن فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، الروح بلغت الحلقوم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوها من الحلقوم، رجعوها للصدر ولبقية الجسم. تحدي، الله تحدى البشر، قال رجعوها بدكاترتكم، برؤساكم، بزعماكم، بقبائلكم، بقوتكم، بأي شيء، رجعوها ترجعونها إن كنتم صادقين. قالوا شيوخنا مش بيرجعوها من الحلق، بعد امسكها ملك الموت وينشبها السماء، شيوخنا بجيبوها تاني، حسن يتحسون بحي الموتى تاني، بيقومون دي المصدقين القرآن ويأتوا مصدقين كلام الله سبحانه وتعالى. يقول لك نقرأ سورة ياسين، أقرأ سورة ياسين أقرأ فيها الكلام، أنت بتقرأ بتعتقد فيها فضل زايد جاي بدع أنت، لكن أقرأ يتدبر وأقرأ بقية القرآن. قال تعالى في سورة ياسين اللي بيقروهم: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قالوا لا بحي الموتى، فعقائد منحرفة، عقائد ضالة، ومسؤولية الجميع، ما مسؤولية الدعاة فقط، مسؤولية الجميع. أبهاتنا في البيوت نبصر أمهاتنا، ده إبراهيم الخليل 4 مرات بيقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات. ليه؟ عشان ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ومن الهلاك المطبق، ومن الكفر البواح، ومن الشرك الصراح. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم
ولا تحويلا. كلام أوضح من ذا كيف؟ فلا يملكون كشف الضر عنكم. يا مكاشفي أكشف عننا. الشكينيب الأسبوع الفات مطر بيتلج، الناس جروا جوا البيوت، والشيخ لو حي كان جرى جوا قبة ذاته، كلهم مطر تلج شغال كر. كتبوها في القنوات في الإذاعات وجابوها في الفيسبوك ونشروها، قالوا لو المطر استمرت ساعة كان الشكينيبة تهدت بقت قاعا صفصفة. وين شيوخك؟ ما كان يثبتوا المطر، ما كان يثبتوا التلج، الناس اتجاروا والناس خافوا، ومصورة موجودة منشورة بين الناس، ما كان يعملوا. شيخ بيموت في المستشفى بحصوة بكورك لما يموت، اسمه البرعي، ولده موجود، امش افتح بلاغ في اقصى الارض وادناها، والله ولده موجود الان. كورك لما مات ده برعي القوم، قالوا الاولياء والشيوخ، كورك من الحصوة. قال هي يا بوتايا وحامد بعصايا، تزيل الحصايا وامراض كلايا، لو لجأ الى الله لازال عنه، لو لجأ الى الله. لكن زول لما نجي يموت يلجأ الى الاموات والى الغائبين. قال الله تعالى في القرآن: واذا مرضت فهو يشفين. قال الله جل وعلا في القرآن: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أسأل الله يردنا إليه ردا جميلا، وأن يبصرنا من عمى، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. الكلمة الثانية: قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي علمني الله علم النبوة وعلم الرسالة أساسه التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوة جميع الأنبياء والرسل ودعوة أتباع الرسل أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حزبية ولا إلى طائفية ولا إلى مشايخ ولا إلى قباب ولا إلى حجبات ولا إلى تمائم ولا إلى أتربة ولا إلى محايات ولا إلى بخرات، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال ابن كثير: صراطا سويا أي مستقيما تنال به المرغوب وتنجو به من المرهوب، تنال به رضا الله، تنال به حسن الخاتمة، تنال به المغفرة، تنال به أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، تنال به الأمن يوم الفزع الأكبر، تنال به جنة الفردوس وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد الجنان، وتنجو به من المرهوب، تنجو به من عذاب الدنيا والآخرة. صراطا سويا. الكلمة الثالثة: يا أبت لا تعبد الشيطان. قال ابن كثير: أي بطاعتك للشيطان في عبادة الأصنام تكون بهذا عابدا للشيطان، فإن الذي يدعو الناس إلى الشرك هو الشيطان. قال الله تعالى عن الهدهد: إني وجدتها، قال وجدتها، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قاعدة مؤصلة مأخوذة من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو الناس إلى عبادة الأصنام، وهو الذي يدعو الناس إلى عبادة الصالحين، كما في قصة نوح عليه السلام فيما نقل ذلك ابن عباس
رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري. الشيطان هو الذي يزين للناس. قال شيخ الإسلام تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: والشيطان والجن قد يأتون القبور ويتمثلون في صورة المشائخ ليفسدوا على الناس عقائدهم. وده موجود. ولك أنا بالليل دار نوم الساعة 12 شفت شيخ حسن والحسون لابس أبيض طالع في الحيطة، شفته بعيني أجارك الله، وطالع في الحيطة، طالع في الحيطة، حرامي هو مطلع في الحيطة شو؟ أنت شيخ المطلعك في الحيطة شو؟ بيوت المطلعك فيها شو؟ وده قال شايفه منور وجاي ولا وشفته بعيني، وجارك الله القبة النور خاش لها كده، خاش لها كده القبة النور. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والله الذي لا إله غيره. وأملي لهم إن كيدي متين. يستدرجهم الله تعالى ويزين لهم. واحد يمشي 10 سنة ما ولد، امشي للقبر أبويا الشيخ دار لي جنة، بعد 9 شهور الله يرزقه جنة، يقول أداني للشيخ، الله امتحنه جاب لي الولادة دي في الأيام دي. قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد وجميع المفسرين: ينكرونها ينسبون النعمة إلى غير المنعم، إلى غير المنعم. كفار قريش ما أنكروا إنه الولد بيديهم له الله. أعدى أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام من أعدى أعدائه الوليد ابن المغيرة، سب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالسحر وصفه بالكهانة وأساء إليه وكان في من حاربه. ومع ذلك قال الله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا، وهو الوليد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. لم يقل الوليد هذا كذب، المال مداني لله، ما قال كذب، نعرف الدليل الله. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ما قال لك كذب، الأولاد مداني لهم الله، أداني لهم اللات، أداني لهم هبل، أداني لهم منات، ما قال كذب. في حين إنه ناس مالية قاعدين في المساجد ونسوان يصلن ويقروا قرآن من الفاتحة للناس، يقول لي يحرشوا الناس، أمشوا لزيرقات يدوكم أولاد، وأمشوا لكباشي بيديكم جنة، كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد. عقائد ما كان يعتقده أبو جهل ولا أبو لهب. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب الأصنام بتعبدوها ما خلقتكم، بتعبدوها ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي شيء عند الله بس ديل قربة، ديل توسل، ديل واسطة. نفس عقائد الناس الآن إلا من رحم الله تعالى. شيوخ واسطة، شيوخ، وديل أخطر. ما في مشرك من مشركي قريش أبدا أقرأ القرآن من الفاتحة للناس، قال الصنم بنزل المطر ما في، ولا قال الصنم بيحيي الموتى ما في، ولا قال الصنم بيتصرف في الكون ما في ما في. فلذلك قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. 5 أسئلة توجه لكفار قريش كلها جاوبها صح صح صح، لكن أشركوا لما جعلوا الوسائط. ولذلك 5 أسئلة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الكون يا كفار قريش اللي بيدبروا منه؟ فسيقولون الله. لا لات ولا عزة ولا منات. أسأل الآن المتصوفة بلون بيتصرف في الكون منه؟ أول شيء يقول لك الله. أها وغير الله بيتصرف؟ يقول لك كيف؟ ما سمعت القصيدة إنت؟ قصيدة منه؟ حسن بكم ما سمعت قصيدته؟ أها مالو قالوا فيه شنو؟ حسن بكم في الكون متحكم، حسن بكم الببلع نم بلع 100 ولي بلعون طق برتكان بلعون.
ده دين يدان لله تعالى به، دي عقائد ومنابر ساكتة، منابر كذب يتكلموا يكشفوا أهل الباطل وأهل الضلال، جد خايفين يا خايفين الناس يطفشوا منهم. الجامع يبقى شوية، تقول الخطيب ده يعمل انتخابات، خلي الجامع يبقى العمدان بس ما مشكلة، أو يقعدوا يكونوا على التوحيد، ديل ناسك ناس التوحيد واللي بيتحملوا التوحيد ويتحملوا ردم أهل الباطل ديل أخوانك، ولو بيشربوا خمرة أخوانك، لأنه في بيشرب خمرة الرسول صلى الله عليه وسلم جلده في البخاري لما الرجل قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، جزء الموحد ومحب الله محب الرسول صلى الله عليه وسلم، معصيته ما بتكفره لأنه موحد ولأنه محب الله سبحانه وتعالى ومحب النبي عليه الصلاة والسلام، ده أخوك ده الموحد ده. أما لو بقى أتقى الناس عند الناس ما بيأكل جيزتون ولا وغاضي بصره من النساء وما بيشرب خمرة وما بسيف صعود وما بسجل وبار بوالديه وفي الشدائد بنادي المكاشف والكباش وصايم ديمة والأولياء، ده ما عنده تقوى. قال الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، قال البغوي قال ابن عباس كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، الما حقق لا إله إلا الله، الما وحد الله سبحانه وتعالى ما عنده تقوى. ولذلك إبراهيم عليه السلام ركز على الموضوع ده، ولذلك قال في الكلمة الرابعة والأخيرة يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي أنت من أوليائه وأولياؤه لا يفلحون وإنما هم في خسران في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قال أي آزر أبو إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وهذه الآية فيها فائدة عظيمة، فائدة يا ليت الأرض كلها تسمعها، يا ليت الأرض كلها أو كلها تسمعها، يا ليت هذه الأرض كلها تسمع هذه الكلمة وهذه الفائدة التي ذكرها ابن كثير. قال أراغب أبو إبراهيم، قال إبراهيم عليه السلام أراغب أنت عن آلهتي، قال ابن كثير فيها معنيان، الأول أراغب عن عبادتها لا تريد أن تعبدها ولا أن تخضع لهذه الأصنام، المعنى الثاني لا تريد أن تنتهي عن سبها وشتمها وعيبها بهذه الألفاظ. إبراهيم عليه السلام كان يسب الأصنام ويشتم الأصنام ويعيب الأصنام، وهذا دين الله، الذين يمنعون سب دعاة الشرك ويمنعون عيب دعاة الشرك وأهل الشرك ويمنعون شتم أهل الشرك ويتورعون فيهم مع تلطخ ألسنتهم بلحوم أهل التوحيد، فليسمعوا هذا الكلام. إبراهيم عليه السلام كان يسب أهل الشرك ويسب الأوثان ويعيب الأوثان ويشتم الأوثان، وهذا تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وهؤلاء الناس الذين يعبدون من دون الله لا بد أن يفضحوا وأن يكشف سيفهم وأن يعرف الكل أنهم مربوبون وليسوا أربابا من دون الله تعالى، وأنهم الواجب أن يكونوا عبادا عبادا لا معبودين من دون الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا ينفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس لك من الأمر شيء. فتركهم إبراهيم عليه السلام أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي من هذه الدعوة ومن نشر التوحيد ومحاربة الشرك لأرجمنك واهجرني مليا. طرد الوالد ولده في التوحيد ولا خسارة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، قال ابن كثير سلام عليك كقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال ابن كثير والمعنى سلام عليك يا أبتي إن كنت راجمي
وإن كنت طاردي فاعلم أن السلام يأتيك مني، فلا أطردك ولا أضربك ولا أسيء إليك أي بيدي ولا بسيفي. لا، قال: وهذا من حقوق الأبوة، من حقوق الأبوة، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس أي لطيفا، وقال مجاهد وقتادة وغيرهما قالوا جميعا حفيا أي مجيبا للدعوة، أي تجيب دعوتي إذا دعوتك. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. قال: عوضه الله لما ترك أهل الشرك، عوضه بنبيين من الأنبياء. والذي يترك أقواما في الله يبغضهم في الله، يترك أهل الشرك يعاديهم، يتمعر وجهه في وجوه أهل الباطل وأهل البدع، وهذا ديننا نعلنه من هذه المنابر، لا ندس منه مثقال ذرة ولا أنملة. من جاء بالمعاصي وبالذنوب وعظناه وصبرنا عليه، وإن جاء شاربا للخمر، وإن جاء قاتلا، وإن جاء وقد تلطخ بالذنوب والمعاصي، ما دام أنه من أهل التوحيد نصبر عليه ونطايبه وندعوه بالتي هي أحسن. أما أهل البدع وأهل الشرك وعباد القباب وعباد الأضرحة ومن عاونهم ومن مالأهم في الخفاء وعلمنا به، فنحن أعداؤه في الدنيا والآخرة، ولا تلتقي أيدينا بأيديهم ولا تلتقي وجوهنا بوجوههم إلا وفيها من البغض ومن يعني قصد الشر وإلحاق الضرر بهم بالحق ما يعلمه الله تعالى. لذلك قال القحطاني: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. لا بد أن تتمعر في وجوه أهل الباطل، لا تبتسم أمامهم، وإنما الواجب عليك أن تعبس في وجوههم. أقوام ما ارتضوا ربهم ربا معبودا بحق، عبدوا غيره، كيف نرتضيهم إخوانا لنا وأحبابا لنا؟ ولذلك قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآيات. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا ونرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ونرزقنا اجتنابه، وأن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا على السنة، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، إن ربي على كل شيء قدير بالإجابة جدير. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا.